السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بتتمة الدرس الخاص بجمع التقنية الاعتيادية. إذا المرجع في الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، الصفحة 34. إذا لنتمم هذه الحصة الخاصة بالحصة الرابعة، تقويم التعلمات. إذا توقفنا عند السؤال رقم 9. يملك مزارع 179 رأسا من الغنم و28 بقرة و11 حصانا، ويملك خما يحتوي على 249 دجاجة و35 ديكا روميا. ما هو عدد الحيوانات التي لها أربع قوائم؟ أربع قوائم يعني أربع أرجل. هنا يجب يعني أن نحسب فقط الغنم والأبقار والأحصنة، لا يجب أن نحسب الدجاج والدياكة. لماذا؟ لأن بالنسبة للدجاج والدياكة لها يعني اثنان، اذا ليست من الحيوانات التي لها اربع قوائم. اذا سنحسب 179 رأسا من الغنم زائد 28 بقرة زائد 11 حصان. اذا 9 زائد 8 زائد 1 يساوي 18. نكتب 8 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 7 زائد 2 زائد 1 يساوي 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2. إذن عدد الحيوانات التي لها أربع قوائم هي 218. نمر الآن إلى السؤال رقم 10. أكتشف الأخطاء إن وجدت وأعيد إنجاز العملية. إذن لنتأكد أولا من العمليات ثم نصحح الخاطئة منها. إذا 907 زائد 9 زائد 76، إذا 7 زائد 9 زائد 6 تساوي 22. نكتب 2 ونحتفظ ب 2. إذا 2 زائد 7 إذا تساوي 9 وليس 8. إذا هذه العملية خاطئة، يجب أن نعيد تصحيحها. زائد 9 زائد 76 ثم نحسب النتيجة. إذا 7 زائد 9 زائد 6 تساوي 22. نكتب 2 ونحتفظ ب 2. 2 زائد 7 تساوي 9. 9 زائد 9 تساوي 9. إذا النتيجة هي 992. العملية الموالية 4 زائد 8 12. نكتب 2 ونحتفظ ب 1. إذا 8 زائد 6 تساوي 14. نكتب 4 ونحتفظ ب 1. 1 زائد 5 زائد 3 تساوي 9 وليس 8. إذا هذه العملية كذلك خاطئة. إذا لنصحح، 574 زائد 368 ثم نصحح. إذا 4 زائد 8 12. نكتب 2 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 7 زائد 6 تساوي 14. نكتب 14. نكتب 4 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 5 زائد 3 تساوي 9. العملية الموالية 6 زائد 0 زائد 3 تساوي 9 صحيح. 5 زائد 4 زائد 6 تساوي 15. نكتب 5 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 4 تساوي 5. إذن هذه العملية صحيحة، إذن لن نقوم بتصحيحها. إذن الآن نمر للعملية الموالية، 314 زائد 225 زائد 4. 4 زائد 5 تساوي 9 زائد 4 13. نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 2 4. 4 زائد 7 تساوي 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 3 تساوي 4 زائد 2 تساوي 6. إذا هذه العملية خاطئة، يجب أن نصححها. إذا 314 زائد 225 زائد 74 ونصحح. إذا 4 زائد 5 زائد 4 تساوي 13. نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 1 زائد 2. إذا 4 زائد 7 تساوي 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد. إذا 1 زائد 3 4 زائد 2 6. إذا النتيجة هي 613. إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 11. سنكتب الأرقام الناقصة. إذا 10 0، هنا لدينا 0، إذا هنا يجب أن يكون 10. إذا لاحظوا معي، كم سنضيف لواحد لكي يصبح لنا يعني العدد هو 10؟ إذا 9. 9 زائد 1 تساوي 10. نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 3 زائد 7 تساوي 11. نكتب 1 ونحتفظ بواحد.
واحد زائد أربعة خمسة، إذن كم سنضيف لخمسة لكي يصبح لدينا سبعة؟ اثنان. إذن العملية الموالية، ثمانية زائد واحد تساوي تسعة، وتسعة زائد تسعة تساوي ثمانية عشر. نكتب ثمانية ونحتفظ بواحد. واحد زائد خمسة تساوي ستة، وستة زائد ستة تساوي اثنا عشر. إذن كم سنضيف لي اثنا عشر لكي يصبح لنا المجموع هو ثلاثة عشر؟ إذن هنا ثلاثة عشر، إذن سنضيف بطبيعة الحال واحد. ثلاثة عشر، إذا لاحظوا معي ثلاثة، واحد زائد ثلاثة أربعة زائد أربعة ثمانية، والمجموع هنا تسعة. إذا سنضيف هنا واحد لكي يصبح لنا المجموع هو تسعة. الآن سؤال رقم 12، دون إنجاز العمليات في دفتر أقارن كل مجموعين بوضع الرمز المناسب. إذا لاحظوا معي سبعة وتسعون، سبعة وتسعون، مئة وثلاثة وثمانون، مئة وثلاثة وثمانون. هنا لدينا التساوي، تساوي ثلاثمائة واثنان وتسعون، ثلاثمائة واثنان وتسعون، أربعمائة وثمانية، أربعمائة وثمانية. إذن كذلك هنا لدينا التساوي، أربعمائة واثنان لاحظوا، وأربعمائة واحد وخمسون. إذن أربعمائة واحد وخمسون أكبر من أربعمائة واثنان. مائة واحد وثلاثون وخمسمائة وخمسة عشر، خمسمائة وخمسة عشر أكبر من مائة واحد وثلاثون. هنا يعني هذا المجموع أكبر قطعا من هذا المجموع. الآن نتوقف عند السؤال رقم 13، أنجز العمليات في دفتري ثم ألون السيارة حسب التوجيه. إذن لدينا مجموعة من المجاميع، سنحسب كل مجموعة على حدة ونلون الجهة والجزء من السيارة حسب النتيجة. إذن لنبدأ بهذا الجزء، إذن 772 زائد 28، إذن تساوي، إذن 2 زائد 8 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 7 زائد 2 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 7 يساوي، واحد زائد اثنان عفوا هنا اثنان يساوي ثلاثة. إذن ثلاثمائة، إذن النتيجة هي ثلاثمائة. إذن لاحظوا معي ثلاثمائة باللون الأزرق. إذن هذه الجهة من السيارة وهذا الجزء من السيارة سنلونه باللون الأزرق. إذن سنأخذ اللون الأزرق لنلون هذه الجهة من السيارة. نحسب الآن 456، 456 زائد 134، إذن تساوي 6 زائد 4 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 5 6 زائد 3 9، 4 زائد 1 5، 590. لاحظوا باللون الزهري، إذن سنلون هذا الجزء باللون الزهري. إذن عفوا، إذن كما قلت هذا الجزء سنلونه باللون الزهري. إذن لاحظوا معي العملية الموالية 19 زائد 81، إذن 19 زائد 81، إذن 9 زائد 1 10، نكتب 0 نحتفظ بواحد. 1 زائد 1 2 زائد 8 10، إذن النتيجة هي 100. إذا لاحظوا معي 100 فهي باللون الأخضر، إذا ونحن كذلك سنلون هذا الجزء باللون الأخضر. إذا دون إنجاز العملية، إذا النتيجة الأخيرة والمتبقية، إذا 39 زائد 78 تساوي 126، إذا سنلون هذا الجزء المتبقي باللون الأصفر لتصبح السيارة على هذا الشكل. إذا الآن نمر إلى السؤال رقم 14، يملك علي 200 درهم، هل يكفي هذا المبلغ لشراء اللعبتين؟ إذا لدينا سيارة ب 129 درهما ولدينا دراجة نارية ب 69 درهما. أولا سنحسب مجموع اللعبتين ثم نحدد هل يكفيه يعني 100 درهم لشراء اللعبتين معا أو لا. إذا سنحسب 6 زائد 9 تساوي 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 2 3 زائد 6 9، 1 زائد 0 1. إذا ثمن اللعبتين معا هو 195، وبما أنه يملك 200 درهم فنعم يكفيه المبلغ. إذا نعم يكفيه المبلغ لشراء اللعبتين معا. وبهكذا أصدقائي ننهي هذه الحصة، موعدنا إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم مع الدرس الموالي الطرح التقني الاعتيادي. يكون في الموعد دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.